يا راكي يا هنونة، قلبي لك في بعضه. يا مدلع يا مدلع يا كيد في قلبي، النظرة فيك ما تجي يا ابو هنا. هنحنكوا على الساعة ولا يا ريمكو كده فرح وهنا. يا رب. بس هو الصوت عشان كده اللي نايمة. لولو نايمة تسمع من هنا عليها يا رب. حطيتي يا اساسا انت تحطي براحتك؟ لا بحط براحتي. ماشي حط انت يا باشا، انا اقدر. انا شطة الحمية اللي هنا، شطة الحمية يا اما بينك وما بين هنا، بس مش عايزة انا تاخد منها عشان بابا. صلصة على فكرة كتير اهو، هنزود لكم صلصة ونظبط لكم الطبق. انت بقى قلب في بعضيكوا كده. نور يا انا دي على فكرة بحب النور، انا بعشقه. نار 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 قلبي قايد نار. معانا النهارده ربنا يفرح يا رب، يفرح الجميع يا رب. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي كده يا حبايبنا كده. الحمد والسلام. مش تنسونا باللايك بتاعكم الحلو كده. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا كلها، صلوا على النبي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضلوا معانا حبايبنا، عاملين ايه وتفضلوا معانا كده. لقمه هنيه تكفي 100 على راي اللي بيقولوها. وعاوزاكم كده ايه، مش تنسونا كده باللايك بتاعكم الحلو والاشتراك. انا شايفاكم لسه مش حطيتوا اللايك، ما تحطوا لايك والاشتراك يا حبايبي. انا قلبت في بعض على فكره، انت على فكره قلبوا في بعض يا ابو هاني، قلبوا في بعض على فكره. دي كتيره نار، انت حر. بس النار بس بارد على حر. الصفه دي كانت عايزه ايه؟ تسخن شويه. لا اللي سخنه مال عماره اهي. بص دي مسخنه لك نار والله. بعشق النور. ده مش فاكر هنا. ربنا يحميش عنا يا رب النار وعذاب النار يا رب. الله الله على الطعام. قبل اي حاجه انزل حط اللايك. لايك يا جماعه، والاشتراك لسه ما اشتركش معانا اشترك، وشيروا الفيديو ده في كل حته، انشروه في كل مكان. مش عارف اكل منك يا عم والله. تمام. ما هنا حشي ماشي. الدكتور هنا دي تقعد كده براحتها كده، ويعني ايه تتمزج كده في الاكل. بص شوف الدراع ده مش عارف اكل منها ازاي. طب على فكره انت كنت ممكن تبقى في الجنب كده زمان مع بعض. انا بقى دكتور. هي تركيكه ويلا السلام يا ابو هنا ولا ايه؟ انا ما كنت دكتور حاضر في النص كده. دكتور غادي الدين يا رب. وفي واحدة اسمها مليكة في ثالثة ثانوي، قالت ادعي لي يا مهنا. أنا بدعي لك والله يا مليكة، أنت وأخواتك كلهتهم في الثانوي، ربنا يا رب ينجحكم كده يا رب كده، ويكون الامتحان يكون سهل عليكي كده يا رب، أنت وأخواتك وأخوات المسلمين أجمعين. آمين يا رب العالمين. وأنا عليا برضه عليا امتحان برضه، خدناه امتحان عربي وامتحان حساب. ربنا ينجحك. لا أنت أولى وثانية وثالثة ديت سهلة يعني، مش شهادة. إحنا بندعي اللي في الثانوي وفي الإعدادي كلية، ربنا معاهم يا رب كده يا رب، ويحفظهم يا رب. ده كتبنا ورقة من المدرسة، ورقة من كراستي، كل واحد كتب ورقة من كراسته، والمدير بيقول هديكوا ورقة فيها، ومدرسة قال لي قطعوا ورقة وعملتها. دي امتحانات شفوي يعني، مش امتحانات آخر السنة، دي امتحان شفوي يا ماما، عشان يعرفوا يعني ايه مستوى الطالب، هل هو مستجاب معاكوا، هل هو مستوى نص ونص، متفوق. هم عايزين يعرفوا مستويين الاطفال معاكم ايه. مدون تصاعدي تنازلي، مدون اكبر من اصغر من عشرة مئات. طب والكشري ده لو بره راح ياكله ب 100 صح؟ نعم يابا. من جنيه اذا كان شويه كده، لا احسن كده والله العظيم. خمس ثلاث معالج وقول ب 15 جنيه. يا رب يا ولاد والله بكرهها كده، كنزه كده 15 جنيه ولا ده ولا يخش ب 200 جنيه لو بدنا نحط في طبق كشري. شو المدير كام عمر؟ متألف انا. لسه بقول تسلم ايديك يا مهند.
يعني انا حسدتك ولا ايه؟ الزلطه زلطه؟ زلطه ايه؟ يعني ما كنا نبقى فيها زلط ولا ايه؟ الرز ما هو متنجل اكيد يعني على بتاع دي زلطه زلطه؟ طب مش عارف ايه اللي مش نجيت انت الرز ده حلو؟ لا والله وانا مش نجيت الرز حلو مسكت احسن ينفع كده يعني؟ من جهتي ينفع فهو ينفع اتعلمها ذكية واثقة من نفسها طبعا الثقة في الله نجاح والله يا حبيبي يعني انا ماسكة الرز عمالة افلي فيه هو بص فيه والله انا ما بطبخش الرز لما اكون انجيه واشوفه اكون متأكدة منه المكرونة بفتح الكيس وابص فيها برضه اهي المكرونة مغلفة يعني بعد ذات نفسه انا بنجيه بشوفه برضه بخاف لو يكون في اي طوبة ولا اي حاجة برضه والغلط او نملة او قرصين لازم نشوف صحي يا هنون السلام على شوية الكشري دي ضرب نور بسرعة؟ اه تسلمي ايدك طيب هان هو يقولنا مطعم ولا اي حاجة في البيت احلى طبعا دي يعني الامهات تطبخ احلى المطاعم برضك ربنا يرزق المطاعم برضك كل واحد ربنا بيحلله واللقمة وبعدين المطاعم دي تعمل للضرورة لو واحدة نازلة عايزة تشتري طلب متأخرة أو الواحدة لازم تشتري وهتاكل مال يعني هتمشي تلت اليوم من غير ما تدوق أي لقمة ما مش معقول ما هي كلها تطبخها زي ماما تطبخها كده يا بهم بتاكي يعني مش بتتكلم يعني ولا بتقول اي حاجة حبيبي يا نور العين يا ساكن هوايا عايش في قلبي كتير حبيبي حبيبي انت حبيبي؟ انا مش واخدة بالي انت يا دكتورة هن هلا دي ايه؟ طب انا فهمت من كده من الحركه دي يعني انت عاوزه ايه؟ كلميني يعني انا كنت اللي اكل لا انت كلمي معايا يا شيخه كده يعني انا بحبك تتكلمي معايا ما الدكتور يعني دكتوره ايوه ما تاكل بتتمجز من اكل امها شفت الرد ام الدكتوره بقى ربنا يحققها لي يا رب انا واللي زيي يا رب انا نفسي والله ما يكتر على الله حاجه يمكن الاقيك في يوم من الايام تبقي دكتور بس بقول له كل مجتهد نصيب انا بدل عربنا اكون دكتوره لا ولازم نذاكر ولازم نبقى شطار اها شطوره الله يكرمكم يا حبيبنا كده يا احلى اخوات في الدنيا كده محطش اللايك انزل وقف الفيديو وانزل حط اللايك واكتب تعليق كده يفرحنا كده وكومنت حلو كده ويقول انت شاطرة يا مهنا للكشري المصري الاصيل وطريقتي سهلة على فكرة في الكشري مش فيها تعقيدات خالص يعني ايه تستني ترجع كده يعني ايه سهل في ناس انبسطوا من طريق شرحتي والله العظيم والله يعني ناس كتير كده وقالوا ان انا لا طريقتك حلوه ومبسطه وحلوه عجبهم يعني اقول لهم على الطريقه حتى قولي طيب صلوا على النبي كده زيعي بس يا حبايبي كده انها يعني احنا بنجيب طبعا احنا بالنسبه لنا يعني بعمل كيس مكرونه اسباجيتا وكيس مكرونه اللي هي الايه اللي هي بيقولوا عليها اسمها مجاز دي يا بهان الصغيره دي اسمها مكرونه ايه مجاز فواتي مش عايزين نسمي الشيخ عشان مش شويه عليها لا مش مش اعلاني اسم المكرونه فيه منها طب المكرونه الصغيره خالص مكرونه صغيره خلاص حطنا في الكاميرا خلاص بص يا حبيبي المكرونه الصغيره اهي هم عارفين وانتوا عارفين المكرونه اللي هي ايه اللي اسمكت عشان هي بلا اسم بس انا مش عارفه اسمها بصراحه بروح متقسمه الكيس الاسباجيتا قسمه على ثلاثه عشان هي تعرف تاكل وتبقى سهله معاكي افضي قسم للصغير وقسم للاسباجيتا اكون مجهزه الحله احط فيها ميه وشويه ملح وشويه زيت حتى شويه زيت ليها هنا
عشان المكرونه تطلع معاك مفلفله اهي، ويا دوب يعني تاخد غلوتين اتنين على البوتاجاز وتروح مصفيها في المصفى، كل مشغله الحنفيه وتشط فيها من فوق لتحت عشان مش تتعجل معاكي وتفضل معاك. هتقولي ده طب هي جامده يا مهن، ما انا هقولكي لسه بقى لسه هنخش على التجيل. بقى اروح ركنها على جنب، اجيب العدسه وجبه ربع كيلو، احط عليه الميه وشويه كمون لان العدس يحب الكمون، وحط عليه شويه ملح وسيبهم يغلوا كده، واول ما اخده غلوتين وقت على نار هاديه، وبعدين بعد 5 دقايق كده دوق لقيت الحبايه استوت بتحم طافيه وصفي وتحم شطفات تشطيفها بسيطه، وركني في المصفى برده. اللهم صل على النبي. جيبي طماطم على حسب ما انت بتحبوا، الصلصه كتيره بتحبوا الصلصه قليله، الفرن مدرج طماطم راس توم كبيره هتقشريها وتروحي هي دقها دقه حلوه كده، تروحي جايبه شويه زيت وتروحي حاطه الزيت وتحطي الثوم وشويه ملح، يديك تصفيره الثوم لون كده اصفر كده ذهبي كده. اللهم صل على النبي. تروحي نازله عليها بربع كوبايه خل منطبقي سيري، وبعد كده تروحي بقى مصفيه الطماطم وتروحي حاطه عليها الطماطم. طيب هتحطي مكعب مرقه وحطي عليها شويه كمون شويه فلفل اسود وشويه كزبره، ما تحطيش شطه، الشطه حطها ركناها في جانب لوحده كده عشان لو في ناس مش بيحبوا الحار برده. هتروحي سيبها تغلي، يعني ايه مش تخليها لما بتنشف منك غليان، لا اول ما تحس ان بدات تديكي كده تسبيكه خفيفه عشان مش تزودها ميه، دي نصيحه مني ليكي، اول ما تديكي تسبيكه خفيفه كده زي ما انا عاملاها كده تروحي مطفي عليها. انت حمرت البصل اهو، خدي معلقه بصل وتروحي حطها عليها وجنبيها منها فيها وغطي عليها بالغطا الحلو. دي تركتك للصلصه تمام كده. هتروحي اللهم صل على النبي. البصل انا لما باجي احمره بقطعه كده يا شرايح قلت، وبروح حط عليه معلقه نشا كبيره شويه ملح شويه فلفل اسود، بقلبهم في بعضهم اكون انا مستخنه الزيت تسخينه حلوه، اروح محمراه ابدا اقلب فيه افضل اقلب فيه علشان خاطر البصله. شوف البصل كل بصله لوحدها اهي، كل ما انت بتقلبي فيه كل ما البصله بتفك معاكي اسرع وبتتحمر معاكي حلو، والملح بيسرع في عمليه التحمير البصل وبيخلي الميه اللي فيه تنشف منك بسرعه. وتروحي انت حطاه في عندك في ورقة منديل وتحت من الطبق وتحطي على التاني. ما شاء الله لوزة، خليك انا اجيبها. طيب ماشي لوزة. وبعد كده تكوني انت بقى عاملة رز بشعرية لوزة، اعملي رز بشعرية زي ما انت بتعملي الطريقة بتاعتك اللي انت بتعمليها عادي. والله مستر على النبي مش مسرحة شعرها، كانت نايمة. انا بحط طبعا بعمل الرز بشعرية، بعمل بصل، بعمل طبعا العدس، بعمل الرز، بعمل الصلصه، بعمل المكرونه. طبعا مش هنوقف القصه كلها عشان خاطر تقول يعني مش في شويه حمص شام، لا انا مش عادي مش حمص شام، بمشي الكشري يعني بس مش حمص الشام ده طول هوقف الطريقه بتاعتي، وبمشي الطريقه بتاعتي كده عادي في طريقه الكشري المصري. الصلصه الحره هتاخد شويه صلصه من دي في بوله وتروح حط عليها معلقه شطه حلوه، لو انت عايزاها حره كده نار كده حطي معلقه شطه، عايزاها سبايسي حطي ربع معلقه شطه، واول ما تبدا تغلي غلوه كده تروحي حطي عليها معلقه شطه وحطي عليها كده ده انت قلبي فيها من فوق لتحت، ما بحط الزيت كتر الزيت غلط والله، الصلصه تحس ان هي مش مزيته كده تبقى عليها زيت ماشي كده على الوش، لا وفي نفس الوقت هتاكليها ومش هتتعبكي ومش تبقى تعملكي حرجان على صدرك. دي طريقه ثانيه يا جماعه في الكشري المصري، خفيفه وسهله وسريعه. ما بك يعني مش حد عسل اللي انت منى. ربنا يخليك يا منى يا غالي يا رب. قبل اي حاجه انزل حط لايك، لو عجبك طريقتي في الشرح حط لايك، قولوا لي ان احنا عجبنا طريقتك في الشرح يا منى في طريقه الاكل تمام. يلا ومش تنسونا بالله عليكم باللايك والاشتراك. ايه يا رحمه كده عليا علي. يلا يا جماعه مش مش هنطول عليكم، نفسها بنت وتبقى حنونه كده زي انا كده، يكرمها يا رب الجوز يا رب، ويكرم كل مشتاق يا رب. اللهم امين يا رب. وانصر اخواتنا يا رب في فلسطين يا رب. يلا وارحمنا يا رب رحمه واسعه يا رب. امين يا رب العالمين. وبحبكم في الله. ومع السلامه. مع السلامه. يلا حبيبي كده يا لولا صحتي.